الحقيقة والوهم ضايع على فكرة، متمني حقق هالحلم راكد على بكرة، مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشة، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه بتمن حتى الضمير عم ينشر وينباع. صار عادي لو تجرح قلب أو لو حبيبك ضاع، كل الوجوه تضحك إلك وبترسم البسمة. مين اللي واساك بصدق؟ مين اللي وشه قناع؟ لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا أحباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كأنه سراب. بين الحقيقة والوهم. مسكين ميشا بيها. هلا شو بدنا نعمل؟ والله ما بعرف يا أمي، والله العظيم ما بعرف. يعني ما بدنا ناخذ بتارة للأمي؟ من مين؟ أمي شلون يعني من مين؟ ليش في غيره لهذا الواطي؟ قصدك سامي؟ إيه أمي سامي، سامي الوحيد اللي له مصلحة يقتلها. هالكلب فكر إنه ما في حدا بيقدر يقرب منه. لك هاد ابن الحكومة يا أمي، والحكومة إذا ما أخذت لي بتاري أنا بعرف كيف جيب تارة لأختك. وأنا كمان أمي، وحياتك وحياتك لحتى ناخد بتارة للميا، وأنا هلأ رايح صفي دمه. عودوا لك أمي، لك أنا ناقصني مصيبة تانية يعني؟ هلأ إذا أنت رحت وقتلته رح يضيع كل عمرك بالسجن، بس إذا أنا قتلته ما حدا بيدور علي. أنا أساساً صرت مرة كبيرة وعمري قرب يخلص. أنا رح أخذ بتارة لأختك. أنا ابني، أنا رح أخذ بتارة لأختك. لا لا ما حكى. وأنتي؟ ولا أنا حكيته. يا ستي كنتي تقولي على بيان انه اناني، طلعتي انتي انانيه اكثر منه بميت طاق. يعني غلطانه غلطه قد راسك ولسه بدك اياه هو يصالحك ويجي راضيكي. فهمنا زينب، فهمنا خلاص.
يلا اكيد ما كنت رح خبي السي دي عندي يعني احتفظ فيه للذكرى. نسيته يا اختي نسيته، غلطت. بس السي دي لو كان عند الفرع من الاول كان كشف كل شيء. خلص بعرف انك غلطتي، بس لازم تتحملي العواقب. ايه بتحمله. حاضر حتحمله. قومي روحي معي على الفرع، انا بشوف شو صار مع جواد، وانتي بتفوتي لعند رئيس الفرع وبتعتذري منه. لك صحيح شو صار بجواد؟ اخ قصته قصة لجواد، كل يوم موقفه عم يصعب اكتر من الاول، وفي كتير اسئلة لازم يجاوب عليها. بس بتعرفي اللي رح يجنني انه صار له اكتر من يوم محجوز وما في حدا من اهله سأل عليه. غريب. شو باين سكتت؟ والله يا سيدي انا مالي علاقة بكل اللي حكيته. كيف مالك علاقة؟ لميا ما كانت مرتك؟ بلا بلا ايه، يعني ما خططت انت وسامي ولميا لحتى تقتلوا هدى. قامت الرياض بوشك انت قتلته. وقت اللي حست لميا بالذنب بعتت رسالة لرتا انتو قتلتوها. سدوا لبوزك يا حيوان، سدوا لبوزك ولا تضحك. على شو عم تضحك ولا؟ سيدي انا قلت لك اياها، يعني شلون ما حصلت بدك تلبسني اياها؟ ما في مجال. انا بدي لبسك اياها، انا بدي لبسك اياها يا جربوع. ليش شو في بيني وبينك؟ ها؟ والله ما بعرف يا سيدي. ما بتعرف ما على كل أنا مقدر وضعك، بس منطقيا أنت القاتل. سيدي أنت بدك شغلك يمشي، وأنا قلت لك ياها قبل بمرة، أنا تبت عن السلب والنهب. الله جازاني، يمكن غلطت لما حبيت لميا، الله يرحمها، بس أنا مالي على أبشي. أنت فيك تساوي اللي بدك تساوي. يا ريت فيني صدق، يا ريت فيني صدق. كمل تفضل. استاذنك انت شوفوا هذا. بدي شوف رئيس الفرع، ما خلوني شوفه. سألت عنك قالوا لي انت هون. خالتي انت كيف فتي لهون؟ ما بصير تفوتي لهون. استاذي الله يرضى عليك، بدي اسألك شغلة. قلي لي، يعني بدي اسأل انا عن بنتي. الله يرضى عليك يا استاذي. طولي لو سمحتي، لو سمحتي استني برا، لو سمحتي. تفضل يا شوفي. احترامي فيك. شوفي خير. اهلين يا ست ملميا. سيدي مين قتل بنتي؟ اطمني، بس نعرفه ونمسكه انا شخصيا راح اخبرك. انا بعرفه سيدي، انا بعرفه. سامي، سامي جوزة لهدى. والله انتوا قاعدين عم تحققوا مع هاد وهاد، هاد المسكين شو دخله؟ انا بعرفه والله هو سامي. طيب ماشي يا ست ملميا، هاي حكيتي اللي عندك وفشيتي قلبك، الله معك تسري. سيدي أنا طلعت بهالدنيا بهالولدين، بنت راحت بأول عمرها، وولد عم يتخبط يمين وشمال، وإذا ما بتاخدوا لي حقي بيكون هذا الظلم. طمني إن شاء الله بصير خير، الله معك. شو يا ست ريتا؟ شرفي معي لو سمحتي. ريتا قلت لك خليكي بالبيت، تصرفك اللامسؤول هاد أدى لمقتل صبية بين إيديها كل مفاتيح اللغز. شغلتك هون شو ها؟
شغلتك تدققي باقوال وافعال هدول المتهمين الموقوفين عنا، مو شغلتك تعملي محقق. عندي محققين كثير يا ست ريتا. سيدي انا اسفه. خلص ما قلت لك روحي على بيتك. سيدي ارجوك انا جاي اعتذر واقول لك شغله، ارجوك انك تسمعني. حسبي الله ونعم الوكيل. خلص قبلتك لذلك، تفضلي. سيدي انا صح تاخرت بتسليم السيدي، بس لما اختفى السيدي صار في عندي هاجس قوي كتير اني اعرف مين اللي خفى ومين اللي فات على الفيلا. ومن ايمتى شغلنا بيعتمد على النوايا يا ريتا؟ ما بيكفي حضرتك عملتي لي محقق وكانت اكبر غلطه. مزبوط انا غلطت، والله بعرف اني غلطت، انا اسفه وللمره المليون انا اسفه وبعتذر. وشو بدي اعمل بالاسف تبعك؟ لا بيقدم ولا بيأخر. تفضلي روحي استمتعي باجازتك. الله معك. عن اذنك سيدي. أهلين عمو، كيف صار أبوك؟ الحمد لله بخير. خير. بدك شي؟ عمو أجو الجنائر عندكم؟ إيه أجو. خير في شي؟ رح أقلك. تفضلي عادي وخبريني كل شي. الشغلة ما عاد شغلة شرف، فهم علي. يعني إذا بتعرف شي، لاحظت شي، حكيلي، لأنه كل ماله موقفك عم يصعب. وليش عم يصعب؟ وقت اللي قتلت لمي أنا ما كنت بالبيت. حشتك كتير ضعيفة. لا حشتي مو ضعيفة. طيب لما كنت عم تصور لمي وهي عم ترقص، شو لما كنت عم تصور لمي وهي عم ترقص حكيلي. ما قصدي خف الموضوع، أساساً أكيد عم بحكي لك القصة ودي أحكي لك عن السي دي واللي فيه، بس أنت وقت طلبوك وطلعت بسرعة ما قدرت كمل. أنت قصرتي بالفترة الأخيرة. والله منيح عم تقلي، اسأل حالك. خلصنا بنت، خلصنا خلصت القصة. لا ما خلصت القصة. حس حالي أنا اللي قتلت لأمي والله العظيم. منين عم يجيك هذا الإحساس؟ ما عم بفهم. ما في غير جواد وسامي، وبالنهاية جواد رح يعترف. إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة بعد بكرة رح ينهار ويتعب ويعترف. تعبت من هذا الموضوع داخلي، خلاص تعبت بدونك. مين؟ بفرع بالدنياني. يلا قومي جهز حالي خليني وصلك. يلا لحظة شوي، سؤال يعني بس انه يعني كل ليلة بدك تسكر موبايلك حبيبتي؟ شغلي. طيب شو عمل؟ شغل اوكي. امتى كنا ننام؟ ما نقول لبعض تصبح على خير ولو بمسج. ليش انا عم نام؟ ما عم نام. خلاص حبيبي يلا بيان.
حبيبي خلصت بغلطك، يلا بنحكي بعدين. قومي. ايه بنتي في شي تاني؟ لا والله عمو ما في شي تاني. الله يصلحك، انت غلطتي غلطتي بروحتك على بيت جهاد. بعرف والله بعرف. يلا قومي على شغلك، وبدي همي ها جهزي حالك، بدي سلمك البيع. انا عمو؟ ايه ما بدك تخففي شوي عن عمك؟ بعيوني. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سعولة. لا تخافي، انا جاي اعتذر منك بالنيابة عني وعن الرائد بيان. تصرفنا مبارح كان تصرف غير مسؤول. بعرف. اتفضل اتفضل بنتي، روحي على شغلك. شو يا عولا؟ ما قبلت اعتذاري؟ بلا قبلت. حقك علينا وحقك عندي، شو ما بيلزمك من هلا ورايح. يا عمو تسلم كتير عمو. شو انتو ما بضيفوا الا الكعك؟ ما في قهوة؟ وله احلى فنجان قهوة من ايدين علا. يلا بنتي. مين هاد اللي عم يصور؟ يعني مو انت اللي عم تصور جواب؟ لا مو انا، بس هاي غرفتي. هذا التسجيل عمره سنة بعد الخطبة. ايه مظبوط. بس مين كان عم يصور؟ جواد مين كان عم يصور؟ شفت المادة؟ ان شاء الله عجبتك، روقت انبسطت. إيه من اللابتوب منه؟ فضل في الغرفة. يلا بسرعة. إيه؟ شرب الدكتور. شو هاد؟ أبو سعيد المحمود وأبو زياد الجابي. مين هدول؟ مرشحين من نفس الدائرة. شو الفكرة؟ يعني جايين من شان موضوع القائمة. وبالمناسبة يطلبوا يشوفوك. بس أنا قلت لهم مو فاضي حضرتك ومشغول كتير. ايه برافو عليكم. الأسبوع الجاي نشوف. طلب مني إنه نام عنده اليوم. ما ترد. ما تحكي. مرتك ما مرتك اللي كانت عم تبقص، مو انت اللي كنت عم تصورها، ولا في حدا تاني؟ اذا في حدا تاني معناته في شريك معك. نسيت سيدي. شو هو اللي نسيته؟ سيدي نسيت انه انا اللي صورت للمياء. يعني هلا بفهم من كلامك انه انت اللي صورت للمياء وهي عم تبقص. ايه سيدي انا. كلام اخير. فهمني، انتو فتشتوا بيته؟ نحن فتشنا بس الغرفة اللي انقتلت فيها لميا. بس؟ ايه. طيب روح جيب لي امر تفتيش. يلا. حاضر سيدي. اهلا وسهلا. والله وضعك صعب يا زينب بنتي. بعرف. وجواد وضعه صعب، انتوا اثنين وضعكم صعب. بتحبي تشربي شيء؟ اذا في قهوة يا ريت. تكرم عيونك. Thank you.
شو هاد؟ شو هاد سيدي؟ عم تسألني إلي شو هاد؟ أنا عم بسألك شو هاد؟ والله ما بعرف شو هاد يا سيدي. ما بتعرف؟ أنت بتعرف؟ شو هاد؟ لا والله ما بعرف. ما بتعرف كمان أنت؟ هلا بنعرف. عرفنا شو هاد، هدول مصاري. عرفت شو هاد انت؟ حلو حلو كتير. كمان بتعرف شو هاد؟ هلا بالفرع بتعرف شو هاد؟ مش حظهم. ما بتعرف شي عنه. الله وكيلك يا سيدي ما بعرف، وحياة الله العظيم ما بعرف عنه شي. لك حتى ما بعرف شلون وصلوا لعندي لجوا. احمد ميسك، خلي المختبر الجنائي يرفع البصمات عن الدنيا. حاضر. احترامي سيدي. أهلين يا أحمد. تعبت؟ تعبت كتير، صار لازم ناخذ إجازة. سيدي ما بعرف، بس عندي إحساس أنه مو جواد هو القاتل. أحياناً الإحساس كتير مهم بشغلنا، بس في عنا عقل لازم يشاركنا بكل شيء. صحيح، بس أنا بقصد. بعرف شو بتقصد، بعرف شو بتقصد. لازم جواد يعترف بكل شيء. يعترف على سام؟ نعم. طيب رح يعترف؟ لا، ممكن يقتله. ما بعرف. صباح الخير. منطقي. سارة روح على البيت. اوكي دكتور. الو، طمني. عال عال، يا ليل الحرب عن كل حالي.
اي سارة. سارة ارجعي. طيب دكتور طيب. أو لا؟ تفضل أخي محمود. أخي محمود؟ من وين جاي بتدي هاي أخي محمود؟ ما علينا، أنا كنت حابب. تفضل أخي محمود، شو بدك؟ قول. بصراحة كنت حابب أني وصلك على البيت وأطلع أتعرف على سيد الوالد. آه تتعرف على الوالد، خير إن شاء الله. خير خير أولا. بصراحة أنا بس كنت حابب أنه أتعرف عليه مشان نتقرب من بعض أكثر. ولك أنت مجنون شي؟ أنا؟ ايه انت مجنون رسمي ها؟ عولا ليش هيك عم تحكي معي؟ وكيف بدك يعني احكي؟ محمود انت اخي فهمها بقى. اخي؟ بس على الانتخابات ما هيك؟ ايه بس ما حكوا قدامي شي تاني مهم. طيب مين أقرب له، إياد ولا خليل؟ لا خليل، بس خليل بتحسه مجنون شوي. ليه؟ ما بعرف، هيك أحياناً بتصرف تصرفات غريبة. مثل شو؟ يعني بيترك مرته سارة قاعدة مع سامي بيك بالصالون وبصيروا يحكوا ويضحكوا وهو بيقعد بالمطبخ. بس هيك؟ ما في شي تاني؟ لا بس ما في شي تاني. طيب زهرة، أي شي بتسمعي بتخبريني يا ما بدي وصيك يا. أكيد. الله معك. بالإذن. مصاري وذهب ومسدس عن جوال؟ كيف؟ هذا اللي صار؟ مستحيل. وشو هو المستحيل؟ جواد مستحيل يقتل. يا زينب، هدى ورياض وأيهم ولميا ما له مصلحة مع حدا فيهم، لشو يقتلهم؟ شو الغاية؟ والأدلة؟ لميا معك حق، لميا هي سبب مصيبة جواد. عموما بكرة تقرير الطبيب الشرعي بيحدد كل شيء. ريتا، جواد بكرة إذا الحكم بحكم الأدلة يعني أنت السبب. نعم، شلون يعني أنا السبب؟ لو عاطفتيهم السيدين من الأساس ما كان صار اللي صار. بخاطرك. بتحكي مزبوط، والله بتحكي مزبوط. يعني لو كنا سهرنا عندي بحمص مو أحسن؟ مين اللي قال لك أحسن ها؟ بعدين أنت لازم تبوسي إيدك وشوقفة لأني مسهرك عندي هون بالبيت. ونسبنا الحكومة وبقينا قرايب. أيوه هذا نشوف شو في براسك. إذا قلت لك ما بتزعل؟ حاول تتزوجني؟ بس يا حسرة خاطب. حتى لو ما كنت خاطب أكيد ما كنت رح تزوجني. بس هذا الكلام ما بيزعل. عن جد؟ يعني تزوجني؟ وأنا مستعدة أعود خدامة عندك وأترك كل شيء ورا ظهري. أنت
انتي لهالدرجة بتحبيني؟ وأكثر. بس ما صار لك شهر بتعرفيني. انت بتنحب من أول لحظة يا بيان. بتعرفي وانتي بتنحبي يعني صحيح انك بس والله انك طيوبة وبنت حلال تقبر قلبي بيت الشر. بس ما قلت لي انت اليوم مبسوط؟ شو القصة؟ بلا مبسوط اليوم يعني خلصنا من جريمة كان شغلتنا كتير. ايوه مسكتوا القاتل؟ مسكنا. مين؟ جواد. جواد؟ شبك؟ ليش مستغربة؟ جواد أسبوع بحاله ما طلع من البيت. مستحيل؟ والله العظيم. تذكري منيح لأنه كل الأدلة ضده. والله العظيم ما طلع. والله يبين أنك خرفتي على بكيري عصرية. ما خرفت. وكيف أنت هلأ قاعد قدامي؟ أسبوع بحاله هو قاعد قدامي؟ ارجعي تذكري منيح جواد طلع برات البيت ولا ما طلع؟ عصرية تذكري منيح جواد طلع برات البيت ولا ما طلع؟ ايه طلع طلع طلع. خالد خالد هاني يلا شباب يلا على تركيا يلا على تركيا؟ ايه يلا قدامنا ساعتين زمان نوصل على تركيا يلا. شو ساعتين يا رجل؟ انت قلت لنا انه نص ساعة. مظبوط بس هلا بنمشي مشي والمشي بياكل وقت. يلا شباب يلا. لك يا ابو سليمان طول بالك لا يطلع الضوء مشان نشوف قدامنا. لك شو يطلع الضوء ما يطلع الضوء؟ اذا طلع الضوء بتشوفنا العساكر. يا شباب القرنة اللي رايحين عليها مدفوع ثمنها. ساعتين زمان بنكون بتركيا. ليه ما وصلت لك تم؟ يلا قولوا يا رب يلا. يلا شباب يلا. يلا هاي شلتاي تبني ها الله يوفقك. الله غب على قلبنا. قسمت وليد نوصي. لا شباب لا تاكلوا هم. ربع ساعة يعني ورا هالجبل بنكون على الحدود إن شاء الله. ربع ساعة بس؟ إن شاء الله الحمد لله. أنت بدك تفوت معنا ما هي؟ أكيد لا. لهنيك ما فيني أوصل. رح وصلكم بخير وسلامة وأرجع أنا. يلا شباب يلا. يلا بسم الله. يلا شباب. يا رب. يا رب. يلا. يلا شباب افتحوا لي هون الله يبارك لكم. يلا يلا شباب يلا 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 ارتاحوا ارتاحوا يلا. يلا شباب يلا. على السلامة يا أبو سليمان. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله ما تعذبتوا على الطريق. لا الحمد لله. إيه الحمد لله. أبو الخير ابن هالبلد. هاي الشباب
بأمانتك يا أبو الخير. ها الشباب بعيوني، لا تعتوا الهم. على راسي. يلا بالإذن يا شباب. الله يكون معك. على سلامة. وفا. السلام عليكم. السلام. أنتوا بعيوننا، لا تعتلوا هم. من هون ما رح نقدر نمشي لأنه في بطريقنا مخفر جندرمة، لذلك بدي اياكم تمشوا بهيدا الطريق خط نظر واحد. بإذن الله شغلة عشر دقائق ربع ساعة مشي بتلاقوا شاحنة ناطرتكم، وأنا رح لاقي لكم من هون. يلا قولوا يا رب. يلا يا شباب. يلا الله معكم. تفضلوا من هون. من هون شباب. يلا سوا 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 دغري. من هون معلم أبو الخير. من هون بالضبط، لا يمين ولا يسار، في وشك خط يلا واحد. يلا شباب. يلا يلا اتكلوا على الله. ساعدوا بعض ساعدوا بعض. يلا يا شباب. يلا يلا انا رح لاقي لكم. يلا اللي بعده. يلا يلا يا شباب. شمديها قدر قال ما دلاش. ها يا الدلاش. أبو الخير. أصمت ليه؟ نصلسينيز حمد الصن حمد الصن سيز نصلسينيز بولار أمبش كشي حاضر باش استنى بويرر. يلا شباب يلا شرفوا على المغارة. السلام عليكم. يلا شباب يلا شرفوا. عم هلكون عمي عم هلكون. عشمال عشمال في مغارة. يلا Gelin arkadaşlar. Yemek içmek içeride. Ben bir telefon bekliyorum ki yarın yola çıkarız. Ama ilkom futu kulliyatkon al mgara. Ve inşallah kul şey bikun tamam. Akl ve şirb kullum amman. Bas ija izin bis sefer bnemşi. Min yiji ma'i? Auzu billah al amin jinai al. Şu rah yaklouna yani? Ab mahrus. Yaklouna ahsen min harruha hay. Lak şu bakın ya jemaa. لك هذا ابن الحارة أمين كله إلا الأمن الجنائي محافظة بلدية مركز هاتف ديبك أنا أما أمن جنائي نو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. فارس تروح معي لوين؟ لعند جواد. أي شو عليه بروح؟ توكل على الله. يلا جميل مرني أمين دير بالك على المحل. إيه حط إيديك وإجريك مي باردة. الله معك جملو. ايه وفاء. لك الدكتور سامي ما بين ليه؟ ايه بيجي يعني السنة في خيمة ولا لا؟ اصلا انتخابات بلا خيمة واكل وشرب وعراضات ورقص وفقش ما لها طعمة. والله معك حق ما لها طعمة. طيب قديش بدي يعطونا حق الصوت السنة؟ والله العلم عند الله يعني هاد الحكي ما بيدوزان الا قبل بعشرة ايام. الله معك حق. يعني شو بيجي من ربك؟ ميت اهلا وسهلا. اللي بيجي من ربك يا محلا. بدك شي؟ واقف وفاء.
لا هي احسن. خذ التفاحه سلى فيها. ولك الله يسلم ايديك يا رب. راسي وباع. الله معه. تقرير المعمل الجنائي، بصمات جواد على الذهبات والمصاري والمسجلات. بيان حاولوا مع جواد للمرة الأخيرة، في حال ما اعترف حولوا عن نيابة. حاضر سيدي، بس أنا في عندي دليل تاني ضده. شو الدليل؟ راكد على بكرة مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشه، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حبار سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه سرار. والوهم